ايضا نروح للاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع. دكتور والاستاذ محمد مراد يعني بيغطي الاتحاد المصري لكره القدم. استاذ محمد تحياتي ليك. ارحب بيك يا كابتن اسامه، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير ودايما متالق كالعاده. وحضرتك طيب طبعا متابع القضيه، قضيه منتخب مصر لشباب، بيان من اتحاد الكوره، بيان من الوزاره، السيد الوزير عايز يرسل طائره خاصه لرجوع منتخب مصر، اللعيبه رافضه. الجديد عندك يا استاذ محمد؟ يعني هي طبعا مصر كلها متابعه الازمه طبعا يا كابتن اسامه، والحقيقه ما كناش نتمنى انها توصل للدرجه دي. في تعنت من الاتحاد الافريقي، اه طبعا في تعنت من الاتحاد الافريقي. انت عندك اكثر من لاعب مصاب، حوالي 17 لاعب لما المسحه الاولانيه اظهرت او النتيجه اظهرت. الاتحاد الافريقي مشي في طريقه ان انت هيعتبرها كده اهمال طبي، وهيدخلك في ازمه ثانيه ان انت كده اهمال كده اكثر من 17 حاله، كده في نوع من الاستهتار. هيتم توقيع عليك عقوبه الانسحاب من المباراه واعتبار النتيجه 3-0، في حين ان يعني نفس الموقف اتكرر مع بعض الانديه، مش عايز اقول يعني اتكرر مع بعض الانديه وتحديدا الانديه المغربيه، وتم تاجيل ماتشات اليوم اكثر من مره. فبالتالي ان انت يعني حاجه زي دي كان عندك اكثر من لاعب مصاب، فبالتالي كان ساعتها كان الاتحاد الافريقي كان عنده اكثر من طريقه ان هو ممكن ياجل الماتش او يرحل الماتش يوم، حتى كان ممكن يبقى فيه حاله او حالتين من اللعيبه اللي مصابين كان ممكن يدخلوا القائمه. انت كان عندك 14 لعيب، كان كنت ممكن تتغاضى عن يعني حاجه اسمها روح القانون او روح اللوائح. ما انت احترامي مش قران، خلاص انت حاجه اجباري ان انت خلاص يبقى 14 لاعب، لا مش لاعب لازم يبقى موجود 15 لاعب. كنت ممكن تتغاضى عن حاجه زي دي والماتش يتلعب النهارده، وتحديدا اللعيبه كانت مستعده وجاهزه للمباراه. لكن كان في يعني نوع من انواع الاهانه بالمنتخب المصري من الامن التونسي، او امن الاستاد رفض دخول اللعيبه للملعب النهارده وهم متجهين. طب هل هي لائحه يا استاذ محمد الاول؟ يعني النهارده لائحه الاتحاد الافريقي بتنص ولا الموضوع ايه؟ ما النهارده اللائحه بتنص لازم يبقى في 15 لاعب، النهارده اللي ذهب للمباراه 14 لاعب. تمام، انا بقول لحضرتك يعني اللائحه بتقول يا كابتن اسامه 11 زائد 4 احتياطي. انت طبعا دلوقتي موقف استثنائي وموقف صعب، وعندك 14 لعيب والمنتخب جاهز واللعيبه كانت موافقه والجهاز الفني موافق ان انت تلعب الماتش، وانت لسه يعني ماتش ضربه البدايه وما تلعبش نهائي مثلا او ماتش مصيري. فكان ممكن يبقى في نوع من روح القانون، كان الماتش يتلعب وكانت الازمه خلصت. لكن هو من الاول خالص الامن الاستاد رفض دخول الجماهير، رفض دخول المنتخب لارض الملعب. يعني نوع من الخوف، مش عايز اقول نوع من الذنب اللي هو احنا 14 لعيب او 15 لعيب، لا نوع من الخوف ان يكون في حالات كورونا ثانيه بين اللعيبه، تحديدا ان كورونا ما بتظهرش من اول يوم يا كابتن اسامه لو حد لا قدر الله مصاب. ده كانت الازمه، وكان هنا بدايه الازمه، وكان ساعتها. طب استاذ محمد عايز اخدك لنقطه ثانيه قبل ما بتروح بطوله، وبطوله مهمه تستعد ليها لثلاث سنين، منذ ثلاث سنوات لازم يبقى ليها استعداد خاص، ما ينفعش بين يوم وليله ان انا بعمل اجراءاتي. هل النهارده اتحاد الكره المصري اهتم بالاجراءات او بمنتخب مصر الشباب المسافر الى تونس، ولا ما كانش فيه اهتمام؟ بدايه من الدكتور جمال محمد علي اللي تاخر وصوله الى البعثه. ثانيا النهارده ما فيش رئيس لجنه طبيه مع المنتخب، ما فيش النهارده مدير اداري مكان الكابتن عادل محفوظ اللي كانت عينته ايجابيه قبل البطوله عشان يروح يرتب الاقامه والسفر وكل حاجه هناك. هل اتحاد الكره المصري اعد او خد بالاسباب قبل البطوله ولا لا؟ يعني لو هنتكلم عن اتحاد الكره موفر، كان كل طلبات الكابتن ربيع كانت مجابه، من ضمنهم ان هو الكابتن ربيع كان طلب يسافر مبكرا لتونس عشان اللعيبه تتعود على الاجواء ويبقى في نوع من التركيز قبل الماتش هناك. اتحاد الكره المعلومه اللي عندي ومعلومه مؤكده ان هم كانوا محافظين على سفر الفريق مبكرا، وقالوا ان في هناك كورونا منتشره بصوره كبيره جدا، وسافر قبل البطوله بكام يوم، يومين او ثلاثه زي ما اللوائح بتقول، ان انت تقدر تحافظ على اللعيبه. تحديدا يا كابتن اسامه ان انت المنتخبات كلها، الخمس منتخبات موجوده في فندق واحد بما فيهم الاتحاد شمال افريقيا المنظم للمباراه، ودي كانت يعني ازمه من اول ما الفريق سافر. لكن وحصلت ازمه يعني تليفونيه بين احد اعضاء، من احد مسؤول الاتحاد الكوره وبين الكابتن ربيع تحديدا. انت المسؤول عن سفر الفريقين بدري، احنا قلنا لك من الاول ما تسافرش مبكرا، كنت ممكن تاخر السفر شويه، لكن خلاص اللي يعني طب السفر بس متاخر. النهارده منتخب مصر سافر ست ايام قبل البطوله، طب محتاجين منتخب مصر يسافر قبل البطوله بكام يوم؟ يعني كان ثلاث ايام يا كابتن، ان هم ثلاث ايام قبل البطوله؟ ثلاث ايام قبل البطوله، كان هم يبقوا هناك في ثلاث ايام او اربع ايام قبل البطوله هناك.
هو كان الضغط الوحيد اللي كان عند اتحاد الكوره ان هم كان عندهم معلومه مؤكده ان انتشار كبير لفيروس كورونا في تونس. فكان ان هو نوع يعني تاخير للسفر كان حفاظا على اللعيبه وحفاظا على تحديدا انت لما عملت المسحه بتاعتك هنا في مصر يا كابتن اسامه كان اللعيبه كلها الحمد لله سلام، ما فيش حد ظهر عينه ايجابيه الا الكابتن عادل محفوظ للاسف اللي طلع عينته ايجابيه وما عرفش يسافر مع المنتخب. حقيقة. وكان بيتابع الحقيقه كل الاجراءات من هنا مع مع مع, مع المنتخب، وتم تكليف احد الاداريين هناك ووليد ماهر المنسق الاعلامي بالمهام الاداريه مؤقتا لحين سفر الكابتن عادل، واللي كان المفروض ان هو يعمل مسحه ثانيه النهارده وهتظهر نتيجتها بكره وكان هيسافر مع المنتخب. طب من وجهه نظرك النهارده منتخب الشباب هيكمل هناك، خاصه ان انا عرفت برضو من معلوماتي ان في بيجهزوا اثنين لعيبه هيسافروا تونس عشان يكملوا العدد هناك، برضو بعد النتيجه اللي اتعملت المسحه الاخيره ممكن يظهر لعيبه سلبيه فممكن يستوفي العدد وممكن منتخب مصر يلعب، خاصه المباراه القادمه امام تونس يوم الجمعه القادمه. فمنتخب مصر هل هيرجع بكره ولا ممكن استكمال البطوله يا استاذ محمد من وجهه نظرك؟ دي الخناقه الجديده بقى يا كابتن اسامه دلوقتي. وزاره الرياضه واتحاد الكوره المفروض بلغوا الجهاز واللعيبه ان هم بعتوا لهم طياره ياخدوهم بكره ويرجعوا مصر. اللعيبه بالكامل ال 14 لعيب السلام، وفي فيديوهات طبعا احنا نشرناها هنا في اليوم السابع حضرتك اكيد شفتها، اللعيبه كلها متحفظه على قرار العوده ومتمسكين بالعوده متمسكين بالاستمرار اسف في تونس وان هم يكملوا البطوله. وقال لك احنا ال 14 لعيب دول عندنا قدره ان احنا نكسب اي حد وان شاء الله نحقق البطوله. زي ما انت قلت يا كابتن اسامه في لاعبين مسافرين وكابتن عادل محفوظ كان معاهم في بينها اجراءات السفر، كان فيهم كابتن من لعيب من الجونه ولاعيب من نادي سيراميكا. واللي انا عارفه ان اللعيبه بلغوا يعني طلبوا اللعيبه ذات نفسهم يا كابتن مش الجهاز الفني طلبوا باستكمال اجراءات سفر الاثنين اللعيبه على امل ان هم يعدلوا قرار الوزير وقرار الكابتن عمرو الجنايني. تمام. ان هم يفضلوا مستمرين في تونس ويكملوا البطوله ووعدوا يعني. واحنا كمان من شويه عرضنا فيديوهات خاصه هنا من معسكر منتخب مصر في تونس، يعني بتقول للعيبه ان احنا عايزين نكمل البطوله ونلعب. اخيرا يا استاذ محمد من وجهه نظرك مين اللي يتحمل مسؤوليه الكارثه دي؟ يعني طبعا اكيد اتحاد الكره ده يعني معلومه مؤكده ان هم هيفتحوا تحقيق في الموضوع ده من اوله لاخره ويشوفوا المخطئ في الموضوع ده، وصاحب قرار السفر مبكرا لتونس اكيد هيتعاقب يعني. واعتقد ان المسؤول الاول والاخير عن المنتخب طبعا كابتن اسامه حضرتك طبعا ادرى مني المدير الفني هو المسؤول الاول والاخير عن اي فريق، سواء بقى الاخفاق بيتحسب له والانجاز بيتحسب له. فاكيد طبعا هيبقى في تحقيق وتحقيق كبير جدا ان انت بتقضي على امال الجيل يا كابتن اسامه بخطا اداري. انت دلوقتي المنتخب مش هيصعد لو خرجت او رجعت القاهره، خلاص انت مش هتصعد امم افريقيا فبالتالي مش هتشارك في كاس العالم، فهيبقى انت خلاص على امال الجيل يعني جيل وجيل كبير وجيل بيدوم لعيبه كويسه جدا اكثر من لعيب مميز سواء العربي بدر او اكثر من لعيب نادي الزمالك وبيراميدز وطلع الجيش. يعني نامل المشكله تنتهي، وزي ما الوزير الرياضه قال ان يبقى ممكن يبقى في مستجدات جديده. فان شاء الله اتمنى انا عن نفسي اتمنى ان الفريق يكمل ويشارك، وان شاء الله اللعيبه شايفه عندها زي ما انت حضرتك قلت في الفيديوهات اللي نشرتها ان هم عندهم قدره واستطاعه ان هم يحققوا البطوله ان شاء الله، وحتى مركز ثاني ويتاهلوا لهم افريقيا ان شاء الله. انا اختلف في وجهه نظري معاك ان الكابتن رابيه ياسين هو اللي يتحمل، اتحاد الكره هو اللي يتحمل، لازم كان ييسر حاجه كل الامور. حتى لو كابتن ربيع ياسين طلب انه يسافر قبل المباراه مش بست ايام بس، ب10 ايام. استاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع، شكرا جزيلا لك.